أسعار العملات والذهب اليوم، ونبدأ بأسعار العملات والبداية دائما بالدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي سجل اليوم للشراء 30.83 جنيه، أما البيع ف 30.93 جنيه. اليورو شراء 33.94 جنيه، أما البيع ف 34.06 جنيه. الجنيه الاسترليني شراء 38.65 جنيه، أما البيع ف 38.77 جنيه. الريال السعودي شراء 8.22 جنيه، أما البيع ف 8.24 جنيه. الدينار الكويتي شراء 100.63 جنيه، أما البيع ف 101.03 قروش، ده بالنسبة للبيع. طب ننتقل إلى الذهب وحال الذهب. خليني أقول إن الذهب سجل حالة من الاستقرار أمس الاثنين. سعر الذهب عيار 18، خليني أقول إنه كان استقر على آخر ارتفاع سجله بقيمة 43 جنيه في سعر جرام الذهب. أما على الصعيد العالمي فسعر الذهب استقر بسعر الدولار طبعا في بورصة الذهب العالمية بعد تراجع كان يوم الخميس الماضي بقيمة 0.1% دولار للأوقية بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. أيضا شعبة الذهب قالت لنا بالنسبة لأسعار تداول الذهب في الأسواق اليوم. هنشوف حتى هذه اللحظة طبعا يعني هنشوف عيار 18 سجل 2288.5، عيار 21 سجل 2670، عيار 24 3052، أما الجنيه الذهب فما زال فوق ال 20,000، فوق ال 21,000 كمان، بقى 21,360 جنيه.